أنتم في الاستماع لميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مرحبا بروفيسور. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. هلا، موضوعنا اليوم غادي نتكلموا أكثر على الاختيارات وتوجه الشباب داخل يعني مجتمعهم. فبروفيسور، يعني شنو هي البنيات اللي تجعل المواطنين يعني أنهم يكونوا متماسكين مع بعضهم البعض، خاصة فئة ديال الشباب؟ يعني في بعض المجتمعات كنلقاو مجتمع شباب متماسكين متحدين غاديين في نفس المسار في نفس التوجه يعني لصالح المجتمع يعني في اتجاه التنمية والبناء والتأسيس، وفي مجتمعات أخرى يعني الشباب ها كيمشي عكس الاتجاه، ربما تيفضل أنه يبتعد أو يختار وجهة أخرى، واللي أكيد التباعد وهذا الاختلاف في التوجه وفي المسار غادي يعوق المسار والتوجه ديال المجتمع ككل. الروابط اللي كتجمع المجتمع وكتجمع افراده حول نفس الاتجاه، اتجاه نمو اقتصادي، اتجاه استثمار في السياسة ديال الشغل. احنا كمجتمع في طور نمو، المغرب عنده تحديات كبرى. من اكبر التحديات اللي عند المغرب هو البطاله والتطرف. البطاله والتطرف هما من اعداء النمو ديال دول ناميه اللي عندها موروث ثقافي اسلامي عربي امازيغي، ودول اخرى ولو ما عندهاش نفس الموروث فهي مهدده بالتطرف. حنا كنشوفوا في الانتخابات الاخيره في فرنسا كيفاش اليمين المتطرف حصل على نسب في التصويت، واللي تهزات اوروبا كامله ليه، لانها باقا كتذكر كيفاش بدات الحركه النازيه عن طريق الانتخابات وعن طريق الولوج عبر ازمه اقتصاديه. راه دائما الازمه الاقتصاديه كتجعل المجتمع يصبح على المحك. واش باش نحصل على النمو الاقتصادي كل شيء مباح، نستنفدوا موارد البحر من السماء، نستنفدوا الموارد الطبيعيه، نزولوا الغابات، واش هذا هو الثمن اللي خص يخلصوا المجتمع ويغامر باش يحصل على النمو؟ شكون اللي غيطرح هذا السؤال؟ اخباركم بان مساحه ديال 10 ديال ملاعب الكره من الغابات كتزول يوميا في البرازيل باش تعوضها الصوجة والذره. في اندونيسيا كتزول جميع الاشجار ديال التمور وتيتزرع في مكانها النخل اللي تيدار منه الزيت اللي كتستعمل في الفريت وكتستعمل. فراه هذا التحليل اللي حنا ندوي فيه اليوم، راه حنا داخلين في العولمه بغينا ولا كرهنا. تحليلنا اليوم ما ندويش انا على اليوم، يعني اليوم بالذات يوم الثلاثاء، ولكن اليوم يعني هذا العصر. نفس المشاكل اللي عند فرنسا، اللي عند اسبانيا، اللي عند ايطاليا، غتلقاها عند المغرب، غتلقاها في دول اخرى، غتلقاها في البرازيل، غتلقاها في. الا مشينا وبغينا نجاوبوا عليها بنفس الجواب اللي جاوبوا عليها الاخرين نستافدوا من الاخطاء ديالهم. مؤخرا واحد في ارباب المقاولات اللي كيمثل نقابه ارباب المقاولات في فرنسا طالب باش يتخفض السميك. قامت قيامه، ما مستعدينش الفرنسيين يضحيوا بهذاك المستوى الاجتماعي. رغم الثغره الكبيره اللي عندهم في صندوق الضمان الاجتماعي، الملايير ديال 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 الخصائص اللي عندهم في الضمان الاجتماعي، ما قدروش ينسوا. لاحظتي ناس خصهم واحد الثوابت، يا ثوابت اقتصاديه، يا ثوابت فكريه، يا ثوابت ثقافيه، يا ثوابت اجتماعيه. الناس محتاجين ثوابت. احنا في المغرب بحال المغرب بغاو يديروا ناس مختبر اجتماعي كل واحد يجرب فيه اللي بغا. انا كنقول المغاربه ها هي ما يتلعبوش بالعافيه. راه الاقتصاد يمكننا نصبروا ولادنا على الفقر ونصبروا نفوسنا على الفقر،
ولكن النهار اللي ولادنا يكبروا ويلقاو الموارد الطبيعيه باقا كاينه غادي يستمروا معنا في الوتيره. ولكن النهار اللي ما نقدروش نخليو لولادنا وحفيدنا واحد الوديعه لا في الموارد الطبيعيه ولا في الموارد الفكريه والثقافيه ما نخليوش لهم، ما نتفاجئوش كيف شباب في سوريا وفي مصر حرق الموروث ديال بلادو. دابا ليبيا اللي كتحاول تجمع الصفوف ديالها وما قدراتش، تونس الفتيه الرقيقه الانيقه الجميله اللي كانت عندنا في المغرب العربي، شوفوا حاله تونس اللي كانت كتضرب بها المثل. انا كنت كنمشي سياحه لتونس ما كنتش نسخه نجي من تونس، ما كنتش نسخه. الناس اللي بالادب ديالهم كانوا تيعطلوا لاله سناء وحنا بعطلوا على ود مواطن عادي طياره. هذا العبد هذا كنشهد الحبايب في تونس الله يجزيكم بخير، جيت لقيت واحد الطياره غتقلع وانا مقيد في طياره واحده اخرى غتمشي تاعها بعد السوايع. طلبت من هذاك المسؤول قلت له الله يجزيك بخير ما كانش مشي في هذه. قال لي واه انت السربي ديال الاجراءات حنا غادي نعطلوها شويه. طياره. شوفوا حال تونس. كنقول للناس رحنا جنا واحد شويه، رحنا تأمنا واحد شويه، رحنا كاين اللي احسن منا في التجربه. عندك وهالمغاربه تنازلوا على حقكم في الفهم. عندك وهالمغاربه تمشيو تستقلوا ويبرد لينا القلب. حيت لما مشات تبرد لينا القلب راه غنوليو نقبلوا باي حاجه كاينه. وراه غادي ينبع من وسط منا الناس اللي ما باردينش القلب واللي ما غيقبلوش اي حاجه. وغادي يصعب علينا المغاربه. ما نجمعوش منا ديك الساعه. انا ماشي من الناس اللي كندير خطاب الترهيب وما كنحبوش. ولكن انا من الناس اللي عندي واحد 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 شويه ديال المعقول في عملي مع في هذه الخدمه هذه. راه الا مشات تتشمل الثقافي الفكري راه تيصعب. وحنا كنشوفوا واش قدر الانسان يجمعوا لا في مصر ولا في سوريا. اللي وصل دابا في سوريا عدد الوفيات شحال وصل؟ شحال؟ قرب يفوت 300,000. وهذا الشيء غير اللي معروف ما يعرفش الله اللي عالم به. امتى غيوقف هذا الحد؟ امتى؟ فاللي تيجمع على الشمل هو المحبه والمعقول. المعقول بوحده ما كافيش، المحبه بوحدها ما كافياش، ولكن المعقول والمحبه كيجمعوا الشمل. شنو هو المعقول والمحبه؟ شنو هو شي حاجه معقوله؟ كدوي مع ولدك تيقول لك لا ماشي معقول. شنو هو المعقول؟ المعقول هو اللي كيسلم به العقل. عطانا الله فطره كنعرفوا الخبيث من طيب. ولدك حط ليه الفلفله الحاره وحط ليه العسل غادي يمشي النوبه الاولى غادي يحط صبعه في العسل وغيذوقو، وغادي يمشي النوبه الثانيه وغادي يحط صبعه في الحاره وغيذوقو، النوبه الثالثه ما غيعاودش يرجع للحار. حتى واحد ما علمها ليه، الذوق ديالو علمها ليه، العقل ديالو علمها ليه. انا كنشتغل مع وليدات يكونوا صغار، كنهز عيني في الدري الصغير يكون عنده بعد نوبه 6 شهور كتكون شاده امه وداوي معها ونهز في عيني نقول لها لا ولدي ما ديرش كاك، كيكون الدري تيضحك مع امه وتيطرشها في نفس الوقت كيداعبها والطرش. كنقول لها لا لا في السرير بان هذيك الحركه راه كتعني عنف، قولي ليه لا. حتى كتقول لي الام والله استاذ نيوت كنقول ليه لا ولا كيحبس. كيسحبوا ناس بان ولادهم ديال شهر شهر 3 شهور ما كيفهموش. انا كنكون نلعب مع ولاد العائله ولا شي واحد فيهم تيقمش لا ولدي لا 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 تقمش لا لا، وهكا تنشوفوا طلق يدياتو وعاود كيدوز يدو بحنيه على وجهك. يعني المعنى تخاطب العقل بالصدق وبحقيقه. هذا الخطاب اللي غنخاطبوا به بعضنا البعض عنده مرجعيه، لان خص مرجعيه فكريه. كاين اللي غتخاطبوا مرجعيه علميه، كاين اللي غتخاطبوا مرجعيه دينيه، كاين اللي غتخاطبوا مرجعيه قبليه. كاين الاسلوب، كاين الاسلوب طريقة باش كتخاطب. الحديث عند العرب هو ضد القديم. الحديث هو شي حاجة اللي حاضرة اللي حضرات. والحديث إذا قسمتوا هذه الكلمة الحديث تلقاو فيها الحد. والحد راه هو السيف ماضي.
بروفيسور جاك لاكو، هذا المفكر الهائل اللي كان ندعو المستمعين بغيو يتعرفوا شويه على ادوات في الفكر يهتموا بهذا الشخص هذا، دراسته للفلسفه وخاصه دراسه جاك لاكو هيجل الفيلسوف الالماني في نظريات لا غولاسيون دو ميتر دو لاسكلاف، جعلات جاك لاكو يخرج بواحد النتيجه بانه كاين اربعه الانواع زائد واحد الخامس من بعد عاد رجع ليه حتى نهايه حياته، اربعه الانواع ديال الحديث. فكاين حديث السيد لو ديسكور دو ميتر، كاين حديث الهستيريك، كاين حديث المحلل، وكاين حديث الجامعي. فتيقول الناس لو بوبل الشعب عنده هدف انه يخضع لك نفسه، الشعب تيبغي اللي امره وتيبغي اللي صوغه، ولكن عنده طلب مكتوم في صدره اللي هو رغبه بغي يحققها، الرغبه ديال الناس اللي في الشعب هو يخدموا ويتزوجوا. فهذاك الشخص اللي هو رجل السياسه، اللي هو مسؤول في الجماعه، اللي هو مسؤول في في في, في المؤسسات، ملي تيستعمل الحديث والخطاب تيتموقع في صوره السيد في لابوزيسيون دو ماتر، فتيتسلب عند هذاك الشخص اللي هو مواطن او في الشعب، كيتسلب عنده بحكم تموقع الاخر في لابوزيسيون دو ماتر، كيتسلب عند الاخر القدره على التفكير، كيبقاش يبغي يفكر، تيقول انا خاضع ولكن خصو يوصلني. الاشكاليه انه هذاك اللي بريتوندو ماتر، هذاك اللي نصب راسو بحكم الانتخابات وبحكم القانون وبحكم الاشياء خدا هاد المنصب ديال لو ماتر، ملي كيفشل انه يوصل هذاك الشعب لهذاك المبتغى، مسؤول الحزب مثلا تيقول الناس صوتوا عليا وغنعطي لكم، فكيمشي هذاك المسؤول ديال الحزب وكيدير حمله انتخابيه وكيصوتوا عليه الناس، ديك الساعه راه تبوزيسيون في لو ماتر، اصبح السيد ديال هذيك الحمله الانتخابيه. واحد مسؤول في جماعه صوتوا عليا وانا غناخذ الجماعه ديال الدار البيضاء وغادي نحيي الثقافه ديال الدار البيضاء، اللي صحاب الثقافه الدار البيضاء كلها غير اشهار. مهمر المغاربه ما كانوا كيعرفوا في الدار البيضاء يشتروا سوفيتمون. اليوم عاد غنشتريو اليوم السوفيتمون، اليوم عاد صبحنا كنقلبوا فين كيتباعوا سبحان الله السوفيتمون. اللي ولاو شركات في الاحياء كيفرقوا الاشهار ديال لو مانكا ماسكولان، ها ثقافات الذكور اللي حنا كنعانيو منها تجسدات في الرقي ديالها، صبحنا حنايا نيويورك، صبحنا لاس فيغاس، صبحنا لوس انجلوس. اللي ما بقى والو يخرج لك السيد للشارع، علاش ما بين الصوره وهو يخرج يوقف قدام المحل ما بقى والو. قدام المحل تكون داخل انت ومرتك ووليداتك، وغتلقى واحد قدام المحل مستقبلك، لان ملي استقبلنا هذاك الشخص بلا ما تستاذنوا، حتى واحد ما استاذن المغاربه، حتى واحد ما قال لهم واش هاد الحاجه معقوله ماشي معقوله. مصر ودارت الاشهار ديال السوفيتمون، علاش جاتهم في حبل؟ اذا شكون هو اللي غادي يوريك الجسد العري؟ شكون هو؟ غتوريه لنا اوروبا. ولكن حنا كنختاروا نشدوا الباسبور ونختاروا نشدوا الطياره ونمشيو لاوروبا، ماشي اوروبا داخل عندنا. فهاد الشخص هذا او هاد الاشخاص هادو اللي كيمثلوا هذا التعدد المغربي، تيمثلوا الفرنسي في ثقافته المغربي في ثقافته الفرنسيه، وتيمثلوا المغربي في ثقافته العبريه، وتيمثلوا المغربي في ثقافته العلمانيه، وتيمثلوا المغربي في ثقافته الاسلاميه. ما داروش دراسه ديال بروبورسيون، شحال كاين مغربي ثقافته فرنسيه، شحال كاين مغربي ثقافته عبريه، شحال كاين مغربي ثقافته اسلاميه، ما داروش لو دي بروبورسيون، ما داروهاش. او لا داروها ولكن اعتبروا بان في واحد النسبه راه يمكن الحديث يدوز، يمكن الحديث يمر. اشنو هو
شباب يخرج لينا في العنف ويمشي لينا في مواقع انترنت ويسمي راسو تشرميلة تخليطة روينة. مرحبا. إذا سمحتوا مستمعينا غادي توقفوا للحظات مع فاصل إعلاني وغادي نرجعوا نواصلوا دائما البرنامج بكل وضوح. تفضل بروفيسور. فحاليا المجتمع الأوروبي، حنا عندنا الحمد لله قرب مع أوروبا، يمكننا نشوفوا أوروبا كمثال. حاليا أوروبا كتشوف واحد الحركة كبيرة ديال الشباب مشاو للدمار، مثلا في مدن بحال مرسي ما بقاش القانون تيوصل الكارتي دي نور، ولا الشرطي باش يوصل الكارتي دي نور خصو مدرعات. ودارت السنه الماضيه سنه 2013 ديال مرسيليا عاصمه الثقافه الاوروبيه، لاحظ الجواب اللي المثقف طرح به الموضوع. مشاو لقاو شباب من اصل مغاربي، اغلبيتهم مشاو سكنوا في الكارتي نور، لقاو هذوك الاحياء كتاجر في المخدرات ولكن فيهم ناس صالحين، فيهم ناس مزيانين ماشي كلهم، وما بغاوش يتخلاو على الصالحين وسط هذوك الناس اللي مشاو لهذاك النوع من 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 الابتعاد عن المجتمع. فمشاو للاحياء اللي هي بقفات نفسها من الادماج في المجتمع ديال المدينه، وقالوا لهم ديروا لنا عروض ثقافيه للحي ديالكم، وداروا واحد الديفيلي. اول من غيبدا الديفيلي الكارتي نور، اول ما غيبدا الديفيلي هذيك الاحياء المنعوته بان فيها المخدرات وفيها المتطرف وفيها كذا هي الاولى. مشى واحد الصحفي لهذيك الاحياء دار استجواب، قال لهم شنو اللي جعلكم تبتعدوا على المشروع ديال المدينه ديالكم هذا؟ اش قال لي واحد الشاب؟ قال لي حنا راه ما تنفهموا حتى حاجه في هذاك الشيء اللي تيقولوا، حنا اللي فاهمين عندنا واحد الورش هنايا في الكارتينو، قال لي ورش كبير، وكنا كنتوقعوا ان اليد العامله غيخدموها من الاحياء ديالنا. قال لي اليد العامله كلها جابوها من احياء اخرى، وحنا اللي عندنا الورش في الحومه ديالنا ما استفدناش من العمل. قال لي كيفاش محطي؟ هنا فين الحديث والخطاب خطير، حيت راه تيكون واحد الحديث جميل ومقاد ولكن الجواب في الواقع بعيد عن الحديث. هذاك الشاب ما عندوش هو دي شيما انتليكتوال كبار، ما عندوش واحد البنيه فكريه عميقه فلسفيه، ما بغاش هو يتفلسف لا والو، هو تيقول هكا واحد الشاب خرج لهم صغير، قال لهم ما بقاش تشوفوا هذا الورش هو كبير، موظفين واحد 200 عامل، حتى واحد فينا قال لهم في الاحياء الكارتينور ما خدم في هذا الورش. هذاك الصحفي مشى صور الورش، مشى عند واحد المسؤول الاخر رفض يجاوبه. لاحظتي هذاك الصحفي ملي مشى في هذيك السنه ديال مارسيليا عاصمه الثقافه الاوروبيه ومشى لهذوك الاحياء، دابا حنا فوقاش غادي كنديروا هذا الحراك؟ فوقاش كنديروه؟ حتى كتوقع شي كارثه. حنا في العالم العربي عندنا ما بعد الكارثه، ما عندناش السبق، نو سي با اونتيسيبي، ما عندناش السبق، عندنا كنجعروا البنيات، كنهدموا البنيات، سكيزوفرينيا ما واعياش بالاشياء اللي رافعه البنيات. شنو الاشياء اللي رافعه البنيات في المغرب؟ اول بنيه رافعه البنيات في المغرب هي صاحب الجلاله الملك، الحمد لله بهذه النعمه شامل وجامع ولام المغاربه، ولكن خصنا نعاونوه. المثقف خصو يعاون، صاحب المال خصو يعاون، التاجر خصو يعاون. دابا حنا عندنا هاد المصيبه ديال قله الامن في الشوارع، ولو ناس كنعرف انا اصدقاء ديالي عندهم محلات ديال الذهب كيقولوا لي هكا والله استاذي لو الكليان باغي يشري ما بقاش يشري، تيقول لك لا عافاك حنا نجيو نختاروا تجيبوا لنا هذيك الحاجه ديال الذهب للدار. غادي يولي الواحد اللي كيبيع وعنده ليسبيس خايف عليه، خصو يبيع ويجي شي واحد يجمع ليه دغيا داك الفلوس اللي عنده، لان خايف ملي نوصلوا ونفقدوا الامن ونفقدوا هذا التفاهم، رحلة المغرب صافي غتمشي، لان المغرب عندنا حنا باش حلو بالامن ديالو وبالذكاء ديالو. فهاد الشباب هادو اللي غادي يخرج بحال الورام، غادي نجيو نقولوا حماق، غادي نقولوا هاد الشباب هادو تسكنوا مسطين، فعلا منهم اللي منحرفين، فعلا منهم اللي هما ما عندهمش علاقه مع المحبه في العائله وهذا، ولكن راه كاين واحد الطرف
دابا حاليا عندي رسائل ايميل امهات تيقولوا لي ربى ولادهم احسن تربيه وما عمرهم ما عاشوش مشاكل مع ولادهم، وتفاجئوا بان ولادهم ولاو تيمارسوا العنف عليهم في الدار والعنف اللفظي وقربوا العنف الجسدي. كتقول لي امهات يقولوا لي يا استاذ بغينا نفهموا شنو طرى لولادنا. اشنو هو البارازيتاج؟ كاين في الطبيعه واحد 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 الخاصيه عند البارازيت. البارازيت لاله ملي كتكون السيده حامل تيقولوا لها انها خاصها ترد البال ديال واحد المرض اللي سميتو لا توكسو بلازما، توكسو بلازموس. تيقولوا المراه حامل عندك ما خصكش تقرب للقط، ما تقربش من القطوط. فخبرت بان القط راه ماشي هو المقصود، ماشي هو السبب. السبب هذاك المرض واحد البروتوزير بارازيت كيمشي كيسكن وكيانفكتي الفيران وتيغير سلوك الفأر. الفأر الى شم ريحه القط فواحد الموضع كيهرب من هذاك الموضع. هاد المصيبه البارازيت هذا تيبدل سلوك الفأر، تيولي كيحبب ليه ريحه الفأر ويقلب عليه، حتى انه ملي تيشوف الفأر هذاك الفأر ملي كيشوف هذاك الفأر القط كيمشي يرتمي بين يدو باش ياكلو، لان هذاك البارازيت محتاج للامعاء ديال القط باش يكمل النمو ديالو. بركة. فملي هاد البارازيت بدل السلوك ديال الحيوان اللي مبرمجه فيه لاديان ديالو مبرمجه فيه لانستا ماشي يهرب من المفترس، بارازيت بدل ليه. واش حنا ما كاينش البارازيت في المجتمع؟ خاصة البارازيت ديال الحديث ديال الخطاب لو ديسكور. والخطاب راه انواع، عن طريق صورة، عن طريق كلام، عن طريق ايحاء، عن طريق اشارة، عن طريق افلام. شتي هاد لاش معناه هاد الوسائل المتعدده اللي كتوضع لنا الحديث ونشوفوا في نتيجه متوجهه غنلقاوها متوجهه صوب الاستهلاك وصوب المتعه، وحنا ما عندناش المال ديالها وما عندناش القوام ديالها. اذا ملي غنهيجوا غرائز باطنيه في الشباب انه خصو يستهلك المراه وخصو يوصل الفلوس وهو باقي ما عندوش خدمه وما عندناش وسائل اذا شنو كنديروا هنايا؟ كنهيجوا وما عندناش باش نلبيو الطلب اللي غيتم جاي، وديك الساعه غنشوفوا شنو غيوقع. اذا مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل اعلاني وغادي نرجع مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه اللي كنتواصلوا بها دائما في برنامج بكل وضوح. اذا غادي ناخذوا اول مكالمه معنا من دار بيضاء، معنا انينا. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كما الو الدكتور، الو الصحفيه مرحبا لله. مرحبا. هنيئا لك بهذا باللقاء اللي قاسه مع السي الدريبي. أيه. والدكتور الدريبي بارك الله فيك. هنيئا لنا به وكنقول له كلمه واحده، الله يرحم من ولده والله يرحم من علمه ومرحبا به معنا في المغرب. الله يخليك لله، حبك الله ورسوله. إذا سمحتي الله يخليك، إذا كان الراديو قريب لك تفيه. الله يجازيك بخير. شكرا. باش نسمعوا التساؤل ديالك. شكرا لك. دونك انا عندي واحد ان بوتي بروبليم، ماشي ان بروبليم ولكن ان تو بوتي بروبليم. مرحبا لله. شنو هذا لو بروبليم؟ هو انه واحد عندي واحد البنت مزيونه سنة ما نعودكش في اللي عنده شي حاجه الله يخليها له. شحال في عمرها لاله؟ عندها 23 عام. وتقدم لها واحد السيد، ذاك السيد على ما بالي انا انه رجل طيب، رجل مزيان. واللي انا تقدم لها من اجل الحلال. وانا قلت مع نفسي الله يكمل بالخير. وعلاش؟ لان تبازيت على قوله النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. بنتك شحال؟ بنتك لالا هذا السيد شحال في عمره؟ الى 30. وشنو كتقول هي في هذا الامر؟ عاجبها. وبحيث البارح سولتها السؤال، قلت لها وسالتي السؤال لماذا باغي تجوج بيا، وخصك انت تسولها انتينا تسولك وهو يسولك. ذاك المساله اللي قلتي لنا البارح جي بوز لا كيسيون ا ما في، قالت لي بانه سي مون جونغ، انه كيقدرني، انه كيحترمني، انه دائما كيعطيني لا بريوريتي، لا بريوريتي انا هي دائما اللي عندي لا بريوريتي. اذا فقط تعطيني بحال الاجوبه ما جاوبتهاش نهائيا. الو قول لها بنتي راه باقي ما عطاكش لا بريوريتي،
اعطاك القبول على انها تكون عندها الاولويه، اعطاها غير الكونسونتمون، اعطاها غير تعبير. التجربه على النهار عفوا اللي غادي يمشي غادي يختار واحد الحاجه من جوج، وهي غتختار حاجه من جوج. واش غادي يزكي؟ انا قبيله داخل على الاستوديو دابا واحد العالم، والله يجازيكم بخير، عنا خير علماء المغرب وعلماء المسلم، علماء المسلمين الله يجازيكم عني خير، لان فوقاش ما تنحتاج شي واحد فيهم وتنتصل. راك شتي خويا ولا ثناء ما تيبخلوش عليا بنص ساعه في الهاتف، وتنفصل معاهم حديث ونتاكد من كلمه ونتاكد من كذا. شكير ولدي هذا العالم الله يجازيه بخير، اللي هو عضو المجلس العلمي ديال مدينه بني ملال، الاستاذ عبد الهادي، قال لي بانه النبي صلى الله عليه وسلم كان غادي للسفر مع امنا عائشه، ولقيتها اللي جات تركب الجمال دار لها الركبه ديالو باش تركب، حنا وعطاها ركبته بحال المقعد، ودارت رجليها فوق ركبته وطلعت ركبات فوق الجمال. سيدنا عمر جا سولو واحد السيد على شنو هي الطريقه باش نختار واحد الزوج لبنتي. هذاك السيد سول سيدنا عمر، اش قال ليه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال ليه سول شي واحد اللي باع وشرى معاه، وسول شي واحد اللي كان كيسافر معاه. دابا حنا الرجال اللي كنسافروا وكنخليو الزوجه ديالنا في الدار مع الوليدات، كيسافر الراجل مع الراجل مع الراجل زوافريه، كنسافروا مثلا 300 كيلومتر ولا 400 ولا 500، وغادي نباتوا 3 ايام ولا 4 ايام بعد على الدار. ملي كنوقفوا في الطريق ناخذ كويزه تاعي ونشوي شويه الكفته نتغداو، وتنجلسوا نشويو في واحد الموضع، وكيجلسوا قدامنا وتوقف واحد السياره فيها واحد ثلاثه البنات حتى هما تيتغداو حدانا جنب بجنب. وواحد فينا كيهز عينه وتلقى واحد البنت كتشوف فيه عجبها، وهما ثلاثه البنات وحنا ثلاثه ديال الرجال، حنا مزوجين ولكن العيله ما معناش. اللحظه اللي غنتلفتوا حنا وغنشوفوا واحد الحبيب صحابنا بدا تيضحك مع هذيك السيده اللي ملهيه، وقالت لي الله يخليك حنا راه باقي ما وجبش لنا الكفته ديالنا وحنا فينا الجوع، وهزوا واحد شويه في الخبز وقال لهم هاكو بسم الله بداو تاكلوا بعدا. ولكن ملي رجع برك معنا ما بقاش بارك معنا صاحبنا، ولا راسه كاع مايل لهذيك الطبله تاع هذيك البنات. تخيل ما نبهناش، ما قلناش ليه وفلان ولا الشيطان، ما نبهناش، راه غيجرنا غنجروا معاه، غادي نولي تانا نكب كازاتي وحال فمي في الدريه اللي بحالك، غادي نهرق كاع عاتيتي بزروالي. غير ولا هذاك صاحبي صافي غايت في التليفون، مرتو قالت لي عافاك صوني عليه ما توصل، صافي هو دار التليفون ولا اورزون، ما بقاش عنده الريزو. اذا ما نتفاجئوش الى واحد فينا مشى تبادل التليفون مع وحده فيهم، وفي الطريق فين حقه غاتباتوا، لا راه غنباتوا في هذه البلاصه ونوليو خارجين بيست. لان شنو هي الشراره اللي كتوقد العافيه من غدا؟ هي ديك الشوفه ما بين الرجل والمراه، ديك الشوفه الاولى الثانيه الثالثه، الا واحد فيهم ما دارش غد البصر ما طيحش الريدو، الشوفه كتولي ابتسامه ابتسامه كيف يقول الشارع كتولي كتشعل. فديك الساعه ملي انا سافرت مع هاد السيد وهاد السيد سافر معايا، ورجعنا من السفر ولا غدا سافرنا ورجعنا من السفر، النهار اللي واحد النهار غيجيو عندي شي حباب وغيسولوا هذاك السيد عليا ولا غيسولوا عليه، غيقول لي واحد السيد اصدقاء ديالي عافاك هذاك السيد صاحبك راه جا طلب بنتنا، شنو رايك؟ انا راني سافرت انا وياه، راه شتو شافني. اذا اش غادي نقول؟ نقول ولد الناس معقول مصداق مبخفي؟ نقولها صاحبي ما نقدرش نقول حاجه خايبه، غنعيط عليها نقول لها اجي الناس راجعوا سولوا فيك، هاش قالوا واش قالوا واش قالوا. دابا صاحبي راه ما بقاتش نجاوب عليه، لان الا قلت هذاك الشيء اللي كنعرفك راه ما غايزوجوكش، والا سكت غادي نظلم هذيك السيده. دابا خويا انت اللي غتقولها، انت غتمشي تقول لهذوك الناس ايها الشريف رانا خفيف ورانا كنقص وراني كنهذا، وباغي عندكم نثبت، باغي عندكم تعاونوني على صلاح دنياي وديني، وبغيتكم تساعدوني، ولكن راني باغي نخرج من هذه الحياه ديال التنقاذ وباغي نجي حياه الاستقرار. شتي هذه هي شهيده شاهد من اهلها، الفكر ديال شهيده شاهد من اهلها راه ماشي تقالت غا على المرأة، راه تقالت حتى على المعني بالأمر يكون راجل ولا مرأة. فهاد السيدة عجبها هاد السيد، لأن أبينا عجبها هاد الرجل لبنتها. خصنا نزكي ونساعدوا الناس للزواج، ماشي عيب نسولو، ماشي عيب نسولو، يا سيدي فين ساكن؟
شكون امك؟ شكون باك؟ وعافا ولا نردو عليك بشويه. وكيفاش نسولو؟ نسولو عند الجيران عند مول الحانوت في الحومه. ماشي تسولو في الزنقه واحد العساس، غاتمشي عند مول الحانوت اللي كيتصارف مع مول الحانوت كيعرفنا ونعرفوه مول الحانوت. غايمشي عنده الحاج، الله يرضي عليك سيدي الحسين، الله يرضي عليك سي علي، واحد جاركم عندكم هنا جا خطب عندي بنتي. ومول الحسين مول الحاج غيشوف واحد الحاج واحد راجل بعقلو ولا مرا بعقلها كتسول، غادي يقول لها لا لا بلاتي شويه وندوي معاك. ملي غيسلم بيع والشرار غادي يجي لواحد الموضع ويقول لها لا لا السيد اش كنعرفو فيه؟ هاش كاين هاش كاين هاش كاين. وديك الساعه ملي نعرفوا حقيقه الناس ماشي غادي نقصيو ماشي عنصريين. غادي يتثق الاخبار بان السيد عنده خضره وكيشوف وكذا 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 وكذا. ماشي غنقولوا الناس راه الله اللي كيتحاسب على الناس، حنا كنديروا الاحتياط. اي احتياط؟ ايش واد الحرص؟ ملي غتعرف هذيك المعلومه غتعيط للسيد تقول له ولدي راه سولت عليك. وصلني الاخبار ان كذا وان كذا وان كذا وان كذا. اشنو هو دابا الضمانه ديالك؟ شنو هي الضمانه ولتكن ريها المقبوضه؟ شنو هي الضمانه اللي غتجعل نطمئنوا لك ولدي؟ نخلو الاخر هو يجتهد. لهذا باش ملي غتطلب واحد العقد اضافي مع الزواج. انت عاطي بنت وكتطلب من واحد غا ورقه. اللي عاطي البنت ما يخافش ويطالب من ورقه تتخلع. شكون اللي يغلى؟ امراه؟ انسان؟ ولا كارت؟ الا طلبتي لواحد ضمانه مكتوبه عقد اضافي تقول لي شوف وليدي انا ماشي عيب، انت غدير العقد معنا وحنا غندير معك العقد، حنا طالبين واحد كونترا، طالبين واحد فاصل. اذا الا سمحتوا مستمعينا نتوقفوا مع فاصل موسيقي وغادي نرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعنا دائما في برنامج بكل وضوح رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دربي. بروفيسور اول مكالمه يعني امينه من الدار البيضاء ربما انقطع الخط ولكن هي يعني ام وخايفه على بنتها كسائر يعني الامهات. بروفيسور ما كتشوفش على انه يعني العائله المغربيه لانه صعيب انه تشترط على الخطيب بهذا النوع من العقود بروفيسور وخاصه الوالدين تيقول لك حنا تزوجنا زوج نيه وكلشي دازت الامور مزيان. النهار اللي امير المؤمنين الله ينصرو وضع مشروع المدونه الحديثه مدونه الاسره في المغرب قامت ترجع المدونه والعديد نبؤوا بانه ما يبقاش يتزوجوا الرجال وبان صافي افلاس الزواج وقيامه راه عقلتي راه كانت كارثه. الناس يهضر دابا شوف الحمد لله واحد تقريبا اكثر من 10 سنوات على وضع المدونه كنشوفوا ناس المواطنين تستانسوا بها وتقبلوها وكيشكروا الفضل ديالها. المدونه ما زعزعاتش الزواج. المدونه حلت واحد الباب كان موجود ولكن مسدود بالقفل اللي هو باب الشقاق طلاق الشقاق راه كان اللي هو في المذهب المالكي هو طلاق الخلع. راه الشقاق راه هو الخلع. المرأة كتخلع الراجل يعني كتنفر منه وترفضه. المدونة حلات هذا الباب اللي كان تسد شي بحال هذاك في واحد الفيلا كيكون كراج ومن وراء حيط. يكون الناس مابقاوش كيستعملوا الكراج باعوا الطوموبيل فتيخليوا الريدوم برا ديال القصدير والداخل طلعوا حيط باش ما يدخلش عليهم ما تشتاو ولاو كيديروا غالبا شي محل كوزينه ولا شي حاجه. بالنسبة للعقد الإضافي هذا هو الحديث. الحديث أنه العدول المغربي العدلان يعني كيمشيو جوج دائما تيسول العروسة ملي كيبغيو يكتبوا العقد واش كاينين شي شروط. فهمتوا سولنا مرحبا بالعدلان وكنسولو فيما يدخل العدول. نهار العرس عند العروسة كيتلفت عندها تيقول لها بنتي واش كاين شي شروط. لاحظوا معايا ها هي في العرف المغربي ها هو كاين السؤال. أغلبية ديال العروسة في ليلة العرس ما غيطيحش ليها على مخها خدامة تتحني والحباب تيغرزو ويصليو على النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى تقول شروط بحالة لا تطلق. وتخيل وحدة كتحني ليها نقافة في يديها وكتقول لها كتقول العدول ولا طلقت يعطيني 2000 درهم نفقة ويخلي لي ولدي ويقيد لي ولدي في المدرسة ولا طلق. كاين شي امرأة في العالم إذا خصنا دابا نعقل انه هذا المبدا العرفي اللي عندنا احنا غنبدلوه غنهزوه من السؤال ليله العرس وغادي نقولوه لبنتنا بنتي الله يرضي عليك
هاد السيد اختاريتي واختارك؟ احنا عائلته وحبابه سولنا ولقينا الامر مزيان، ولكن بنتي انت جناحك مكسور في حالات الى ربما لا قدر الله تخاصمتو. هاد الامور جبتوها ولا لا؟ غا وريوني شي مقاوله ياك سميتها مؤسسه الزواج، ياك مؤسسه الزواج سميتها، وريوني شي مقاولات باعوا وشراوا بلا ما يتكاتبوا. وريوني ما كاينش شي مقاوله مع شي مقاوله. باغي تبني هاد الدار اجي خويا نتكاتبوا كيضمنوا الحكم. علاش المغاربه حاصلين في الفيرمات مع العساس هاد الفيرمات ما تيكتبوش؟ كيقول واحد الحباب وانت غادي للبلاد جيب لي عساس، كيمشي لاخر تلقى واحد السيد تما كيقول ليه تعس. اه كدوز شهر شهرين اربع شهور كيقول لي اخويا بغيت مرتي ولادي، سيروا جيبوا ليه مرتو ولادو. كيدوز عام عامين ثلاث سنين ناس بغاو يكرو الفيرما، ناس اخرين عندهم عساسهم قالوا هذاك الاول خرج. لا سيدي انا ما خاش انا ولدت هنا، شتي هاد الدراري هادو زادو هنا في هاد الفيرما، واش كيولي؟ المضاربه. اش كيولي؟ المقاتله. اذا حنا عامه النيه يما مضاربه، صافي هذا هو الحل اللي عندنا في المجتمع. عنديروا النيه بقاو بالنيه، ومن ما تصدقش النيه نتشانقوا. اش كيولي ملي ما كتصدقش النيه؟ عار الرشوه ولا السحور؟ لان واحد ملي كتقاتل نيته تيولي باغي يغيظ الاخر باي وجه كان، كيمشيو يتحروا لبعضياتهم ويمشيو يعطيو الرشوه. هذا كيعطي الرشوه، يعطي الرشوه لهذا المسؤول باش يغيظ الاخر. يا خويا جدك انت تعطي الرشوه وتحل هذا الباب الفوضى وتولي غادي للشعوذه وغادي للروينه، شلحتي المجتمع كيفاش كيضمحل. يا خويا في الاول السيده بنتي يا بنتي هاد السيده هي مزيانه كذا وكذا وكذا، عفا بنتي الله يعطيك، انت وخطيبك تفهموا في حالتي لربما الله يستر، احنا ما نتمناوش توقع، ولكن احتمال احتمال بنتي تفارقتو، شنو هي الامور اللي غتفهموا عليها؟ الولاد يبقاو عندك شحال النفقه ديالهم؟ كيفاش غادي تربيهم؟ تفهموا على هادشي حطوه، نتمناو على الله عمركم توصلوا ليه، ولكن لا قدر الله وصلتوا ليه غتكون اتفاقيه محطوطه. ما نتمو غادي نطالعين هابطين المحاكم ونجري ونسبون، غادي نجبدوا الاتفاقيه وغادي نحطوها وغادي موقعين عليها وننفذوها ونشوف حنا. شتي هاد انا داوي معاه من داوي مع الزريعه الصغيره، انت كتحب غير يديروا صحاب 30 عام اللي ملهوفين على الزواج، انت كتحب غير يديروا صحاب 35 اللي شعلاه في العافيه، راه غيديروا هاد الزريعه ديال 15 عام ديال 10 سنين اللي كيتصنتوا دابا، هادو غيشربوا الفكره وملي غيوصلوا هما لسن الزواج غيديروها هما. شتي راه هذا هو الجيل المعطوب، راه باقي حنا مدقدقين دابا معاهم، راه الجيل ديال 30 عام هو الدقدق دابا. دابا حنا تنعتقوا هادوك صحاب 15 وصحاب 10 سنين وصحاب 5 سنين، هاد الصغيرين اللي طالعين هذاك هو الزريعه اللي غتعتق المغرب. لان ماشي عيب يكون العقد، ماشي عيب ماشي عيب، لان اللي اوله شرط كيتيقول المغاربه اخر نور. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا غيتا. الو غيتا من طنجه. الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله عليكم، تبارك الله على البرنامج ديالكم. الله يبارك فيك لاله غيتا. مرحبا تواصلت معنا اليوم غيتا من طنجه. شكرا لاله. تفضل. انا بغيت انا عندي 29 عام ربة سبعيس. تبارك الله. وعندي ولد عنده عامين ونص. هو المشكله ديالي دابا. كنحس به مرتبكه. كنحس به ولا معذبني بزاف. بحال شحال؟ ما كنقدروا لا نخرجوا ولا خرجنا، كنوضوا المشاكل، كنوضوا لي مشاكل بيني وبين راجلي اصلا. الله الله، هاد الحيمه هادي ديال عامين ونص ديال هادشي كله. الله اكبر. انا حيت كما كتقول، كما انا متبعة البرامج ديالك، كما كتقول انا مرضت الحمل ديالي مرة كان صعيب شوية. وابخي مني ولدت كان صعب، يعني بحال اكتئاب وداكشي، مشيت عند سيكياتر عام وانا متبعة وداكشي. مي انا هادشي دابا كنبقى ملي كنخرجو وداكشي كنجيبو الدار كنبقى نضرب فيه وداكشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان انا هادشي ديال الصبر اللي حرام عليك لاله. الله يهديك الله يهديك. قول لي الاصل ديالك منين لاله غيتا؟ من كازا. وعائلتك فين هما؟ في كازا. دابا انت في طنجة بوحدك؟ وي. ما كاين لا احباب لا اصدقاء لا والو؟ صافا هنا ما كاين لا حدا يعني. كنحاول نخرج جمعيات، كنحاول نخرج، نتعرف على عيالات، داكشي
عندك شويه امكانيات ماديه؟ صعبة شويه. جيبي واحد المربيه وعطي الثقه لولدك. نصحك جيبي مربيه، جيبي مربيه، الله يرضي عليك علينا. الا عندك شويه امكانيات سيري شوفي شي امراه عندها فوق 40 عام اللي ربات وليدات، ما تجيبيها لا طيب لك لا تسيق لك لا تحدد لك، جيبها تقابل ولدك الله يرحم والديك. الا بغيت دير واحد الحسنه فهذاك الملائكه اللي عندك. ما يمكنش الزوج ديالي، ما يمكنش يبغي شي وحده معايا في الدار. شوف لالا غتقولي راجلك مريض كيطيح لك الطونسيون كيضرك القلب ديالك كتسخفي كذبي ما يعطيكي هذيك الحيمه باش تبقاي تضربي في وليد عنده عامين ونص وتتسبي فيه بانه سبب المشاكل. لالا راك كتظلميه الله يهديك. انا عارفه انا اللي كنظلمو ابخي ملي كنضربو. راه دابا عرفتي دابا حنا ما غرضناش نبقاو نعاودو في هاد الكلام ديالك تضربي ونبدا نسمع فيها. راكي دابا تضربيني انا دابا دابا ملي كتخيلي كتضربي هذيك الحيمه راه انا تنتفضع. الله يرحم والدينا عافاك اختي. مادام عيطتي وصرتي معنا خاصك دير جوج الاجراءات. غتقول للسيد ديالك السيده خاصها تجي تونسك، ما تقوليش ليه مربيه تقابل دري حيت انا راه عيطت للبرنامج وقال لي السيد دريبي، ما تقوليش هادشي. قولي لراجلك بغيت مرا تونسني راه كيطيح لي طونسيون خاف نكون كنحدد راه كيوقع هادشي. راه السيد جا لقى مرتو وجهها فوق البوطه شعله، راه هادشي راه كيوقع. السيده عندها انسيفيزونس كاردياك اغمي عليها وهي كطيب طاحت وجهها فوق البوطة شاعل حتى دخلوا غير الدراري صار كيجروا امهم وجهها كاع من تحرق. قولي لراجلك راه كتجيني خويا رانا نخاف نسخف ولا نطيح ويبقى الدري صغير بوحدو في الدار. الله يجازيك بخير بلاتي هي احسن. وثانيا خاصك تمشي تبعي عند اختصاصي لان حالتك النفسيه لالا غيطا راها مدقدقه. انا مشيت بعدا دابا مشيت عند جينيراليست، ما بغيتش نمشي ثاني عند بسيكياتري عاود لي ثاني هذاك التريتمون. مشيت عند جينيراليست خرجت لي التريتمون والو ما لا لا عافاك الله يخليك. واش يمكن الجينيراليست يعالج لي الدرسه؟ ها؟ لا واش دابا نمشي عند جينيراليست الدرسه فيها منفوخه حنكي مزير غنمشي عند الطب العام ونقول لي شوف اعطيني شي دواء يقدر يساعدني؟ لا اش غايقول لي جينيرالي؟ غايقول لي سير عند دونتيست. هادشي عند اختصاصي الاسنان. دابا هنا ملي وصلتي لهاد الحاله ديال التوتر واش عارفه اختي وعيتي بالجمله اللي قلتي ولا ما وعيتيش؟ قلتي هذا الدرجيد عامين ونص كيخلق لينا المشاكل في حياتنا. عرفتي شنو هي الدرجيد عامين ونص ولا؟ ما كاين ما اسهل من تربيه الدري الصغير. تتلعب معاه كترضعو كتغسل ليه كينعس. تيفيق كتغسل ليه تحيد ليه ليكوش تتردعو تتلعب معاه كيتلاها معاك شويه تينعس. عنده لو سيكل ديالو هما حتى لثلاث سنين ساهل الميكله اللعب النظافه النعاس وعاوتاني كيبقى غادي في هذا السيكل. ملي تشوف واحد الام حاصله مع هاد الصغيورين عرف بان الطاقه ديالها منهكه من عند امها وباها، منهكه ملي دخلت لمسؤوليه الزواج، ومنهكه ملي حملت. لهذا الله يخليكم الله تيقول ويقول لكم عرض الامانه على العالمين فابين ان يحملنها وحملها الانسان وكان هذا الغزال للانسان كيقول لنا الله ظلوما جهولا. شكون هو الظلوم الجهول؟ هو اللي كيمشي. انا ما داويش على لغيتها، ما بغيتش تاخذ الكلام اللي غنقول دابا على اساس باش تندم علاش ولدات. انا داوي على الناس اللي عارفه ما عندكش القدره تركبي وتربي وتراري وكتنوضي تحملي وتولدي. شتي هذاك هو الظلوم الجهول. لان كل واحد فينا وعارف القدر ديالو دجات. دابا انا لالا سناء كيجوني عروض من 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 مؤسسات من اعلام من كعده من كعده، وتخيل ينوض فيا بوهيوف ونولي باغي انا نولي مول الشخارة ونمشيو نبدا البرامج انا في بلايص اخرين من 6 الصباح ياك؟ ها؟ نبدا من 6 الصباح وندوز نقض لهاد البلاصه مع 7 ونولي الطوموبيل ونجري نقض الاخرى مع 9 ونقض الاخرى مع 11 ونقض مع الوحدة ونجيك مع الجوج ونكمل مع الربعة ونمشي الكونترول مع 5 وغادي تلقيني هاز
عرفتي داك البرميل الشراب تلقاني الناس كيشربوا الله يستر مليان بالقرعه، انا غاديني نبلي بهذاك الطونو هذاك هزو في كتفي وغادي وشاد قربه وكنشربو مسطي وغادي نبدا غادي وكنهضر بعض اللغات في الزنقه بوحدي غنولي مسكون غنولي ما غنفروح علاش؟ لان ما احترمتش الميزان القدر والجهد ديالك شتي؟ اما الانسان النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك الكيس من دان نفسه فاش ندين انفسنا في الشهوات والرغبات النفس كتمنى والعقل تيزكي نفسك تمنى انا باغي نتزوج انا باغي نولد العقل تيقول لها ريحه لا تيش غتزوجي انت ما قادره تقلي طبيضه كتقليها بالغوات عمرك تشوف شتي المراه اللي في دارها مع امها وباها كتقول لها ما جاب لي انت نصبوك سكسو انا يا راه ما كنقدرش نقرر كثر الركابيه وانا ما نعرفش نقي خصني الماكينه وجيبوا انتم ريباري كاع من الملحم جيبوا داك السكسو فاير جيبوه مرقه في الحك وسخنوه بالتقمق وخلقوها اللي ما قادش يحل تقول على كتافه ومعطوب في داره اش دخلك المسؤوليه؟ اش دخلك؟ في الاخر تحصنوا في الدراري وتعطبوهم وتطوعوهم الشارع وفي الاخر الشارع اش غادي اش غنلقاو؟ غنلقاو واحد اللي كيكربيوري بالكيروزين سي داك الكربيون ديال الطياره كيكربيوري به واحد تدوي معاه انت ويرجع ترجع ويجي يطردك فيك علاش؟ لان الناس خدوا مسؤوليه وما عارفينهاش نصيحتي لك الا غيت الله يرحم والدين سيري جيبي مربيه قول لها العار احميها الدري مني تولي تربي لك ولدك وتنعس لك ولدك وتلعب لك ولدك ولقيت اللي تجمع هي شويه الجهد تجي تجلس مع ولدها نص ساعه شتي انا دارت هكا والله غادي مع المتابعه مع غتبرا اما دابا هي معطوبه وهو كيطلب منها تحضر غير تعطب هو غتعطب هي مستمعينا فاصل على نرجع نواصلوا باقي المكالمة دائما في برنامجكم اليوم الاجتماعي بكل وضوح ناخذ مكالمة أخرى من دربدة دائما معنا زينب ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زينب كي دايرين بعدا لاباس عليكم الحمد لله لاباس زينب مرحبا شكرا الله يبارك فيك صافي دي موا بروفيسور وأنا تنحاول نتصل بك مرحبا لذين وتهمني الرأي بزاف ديالك في هذا المشكل اللي غادي نطرح عليك اليوم الله يقدرنا مرحبا بارك الله فيك اولا نقول لك بعد السن ديالي 32 سنه عندي بنيه عندها 3 ans امتى مزوجه مش في 2010 4 ans دابا والمشكل اللي عندي جوستومون مع راجلي دونك غادي نعاود لك بريفمون باش ما نطولش عليكم نعاود لك بريفمون لو باركور ديالنا دونك تلاقينا بوندون كيلكو موا زعما اون افي كونيسونس تو سويت ابخي زوجنا quelques mois après je suis tombée enceinte donc je suis tombée enceinte mais j'ai pas d'avoir des mois où aide par la suite s'accrédit avec mes parents donc on a un étage fin skinna d'abord il y a des signes négatifs un mariage qui est sahar qui est sharab و تيخسر الفلوس بزاف ما كنعرفش دوك الفلوس فين كيمشيو دونك انا اللي درت كل شيء فرجت اسست الدار يعني حاولت ندير داك الجو ديال الاستقرار اللي باش زعما هو ما يمشيش يظهر ويخرج مع صحابه وهذا دازو دي موا زاد بنتي بقى داك الشيء هكاك يعني واخا البنيه زادت بقى هو غادي في داك الشومان ديالو ديال ميزامي وصهير وهذا شحال في عمره هو؟ 28 ans دابا عنده 28 دابا عنده 28 وانا عندي 32 دونك المهم بقينا على هذا الحال حاولت بجميع الوسائل باش ما يخرج من هذا لو مود دو في اللي داير لراسو انا با مارشي المهم هذا الشيء اثر لي على الخدمه ديالو ولا تيدير دي زابونس وفينالمون لقاو لي ان موتيف ابار لي زابونس في نوفمبر 2012 الى ايتي ليسونسي من الخدمه ديالو اي دوبي طون يعني تقريبا دابا عام وكثر وهو جالس من الخدمه دونك اون ايتي اوبليجي باش نخرج من داك لابارتمون اللي عطاونا لي بارون ديالي علاش؟ ما بغاش هو يبقى جالس عندهم بغيت هو لقيت اللي هو ما خدامش عاد قرر يخرج من الدار اكزاكتومون وي وطبيعة الحال انت غتخلصي الكرا لا صافي خوينا الدار وكراوها لي بارون ديالي دونك دو مومون كنبقى في حكم وحاويه فين سكنتو نتوما؟ لا صافي تفرقنا هو مشى عند الوالدين ديالو وانا فقريت مع لي بارون طلقتو؟ لا جوستومون بقيت على هاد الحال تنصبر على قبل بنتي
خصنا ناخذ فينالمون في الاخر دابا هادي في ديبي دو موا دافريل مشيت عند ان افوكا جو سي رونسيني على طلاق وكل شيء وبريباريت لي دوكيومون وكل شيء يعني كاع لازم كنمشي عند الافوكا ديالي كنتشاور معاه وكل شيء مي باقا خايفه ناخذ لا ديسيزيون باسكو خايفه على بنتي جيل بارت نقول هي ديجا دابا راه عايشه بلا بيه تشوفو غير في الويكاند ولا وصلا سمين كياخدوها من ليكول لي كغون بارون ديالها الاخرين كياخدوها يديوها معاهم للدار كيشوفها يزو مي ما هزتش مسؤولية انا اللي تربيها بوحدي تنصرف عليها بوحدي مي بارون هما اللي معاونيني يعني كل ما كانوش هما العلم الله بيا فين غنكون وكيفاش غنكون قول لي لالا غيتا واش اللي مخوف عفوا لا نادين عفوا اللي حيت طلعت كنكتب انا في ليكخون بانت لي سميتها قول لي لالا زينب واش اللي مخوفك هو الوضعيه انك تكوني مطلقه انت ولا هذي. مخوفك ان لا طلقتيه غيقطع الصله مع البنت لا خايفه دو بوان دو فيو من جهه بنتك بحال شنو اللي مخوفك من جهه بنتك انها تكبر لباها حيت اللي تخاف اتاشي لي اللي اتاشي لي انا بطبيعه الحال حيت كتاكل معايا تنعش حدايا انا اللي تنديها ليكول وكل شيء مي علاش خايفه كتشوف مثلا كنخرجوا كتشوف شي وليد ولا بنيته لالا زينب غادي نديرو بغيت بابا لالا زينب غادي نديرو شويه انا وياك الفلسفه الفكر الاسلامي واحد شويه واخا وي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شنو غتفهمي شنو كتفهمي من تواصوا بالحق يعني الى حداك التليفون عفا اختي زينب لما تفيق بعدي ولا طفي ما نحبايش كاع لا غادي كنهضر غير دايره لي زيكوتور وكنهضر معاكم ايوا واخا ماشي قول لينا لالا زينب شنو فهمتي من تواصوا بالحق تواصل بالحق يعني الانسان خصو يعترف بالحق ويقول الحق يعني مهما كانت الظروف صافي هذا هو اللي بان لك فيها دابا شوف اسمح لي نعطيك رايي فيها بيان سور تواصوا بالحق اي استعملوا الحق ومؤسسات اللي فيها يؤخذ الحق لكي يوصي لكي يوصلوا النصيحة عن طريق المؤسسات التي تستعمل الحق كوصاية تواصوا بالحق ماشي غتوصي صاحبك تقول لي الحق فقط راه عطينا الباء قال لك تواصوا بالحق فشكون هي المؤسسات اللي كتعطيك الحق في المغرب المؤسسات اللي كتعطيك الحق المحكمه المحكمه هذوك القضاة والقاضيات منين كيقراو فين كيقراو واش كيتخرج شنو كيقراو كيقراو لدغوا كيقراو القانون والقانون المغربي قانون منين جا هو واش قانون اسلامي ولا قانون منين جا هو منين نورمالمون من الشريعه الاسلاميه جا من الشريعه الاسلاميه القانون الاسلامي تركيبه المحاكم والمساطير هي مستوحاة من الإدارة الفرنسية غير التركيبة أما النصوص الداخلية راه عندها عرف سنين من اللي جات الوصاية الفرنسية لقات المحاكم المغربية والقانون المغربي كيشتغل وكاين المسطرة وكاين الأمور موجودة فدابا هنا غادي بغيتك تنساي واحد شوية أنك مزوجة هاد السيد وبغيتك تنساي واحد شوية أنك عندك معاه بنت واخا؟ وي دابا هاد السيد هذا بغيتك تعتبريه شريك في المقاولة. إيه. وانتي عاطيه يتصرف في لاكاس. انتي مديرة شركة عطيتيه يتصرف في لاكاس في لا تريزوري. وي. وجيتي لقيتي أنه اختلف أموال ديال الشركة ودار لك دي فوز إكريتور يعني زور شي وراقي واستعمل ليكيديتي. غديري ليه ليسونسيمون ويردك فلوسك وتخليه يمشي ولا غتدعيه؟ غندعيه علاش ما تاخذيش فلوسك وتخليه يمشي لان خصو ياخذ الجزاء ديالو لان سي با سوفيز انه غير يرد الفلوس ويمشي وهذاك الجزاء واش باش تنتقمي منه ولا باش يكون عبره للمجتمع تقدر تكون بجوج زيد هذاك الاولى سميتها القصاص ماشي الانتقامات نحن في الفكر الاسلامي هذاك الاولى سميتها القصاص
والثانيه انه يكون عبره في المجتمع. شنو هو الدور اللي قمتي به من اللي جعلتيه يوصل للمحكمه باش يكون عبره؟ اش من دور درتي ديك الساعه؟ دور الزوجه، دور المديره، ولا دور المواطنه؟ الى وصلت للمحكمه في هذا السيتياسيون اكتوال اللي حنا فيها دابا؟ لا، ديال التريزوري دابا حنا باقيين في المثال. المديره والمواطنه. المواطنه لانك غتحمي الشركات الاخرين من اللي غيمشي يخدم عندهم، غتقول لهم عندك هذا راه كيهز من لاكيس عندك وتخدموا في هذا البوست هذا. وي فهمنا؟ فدابا هذا السيد هذا، انت قمتي بتاسيس مؤسسه الزواج، فرشتي البيت، دخل عندك لدارك لقى الدار مفرشه، لقاك انت مجهزه، ما قدرش على مسؤوليه الزواج، ما قدرش. اكزاكتومون، انا كنقولها لي، كنقول لي انه هو راه ما قادرش على المسؤوليه. لو قلت اللي ما قدرش، وانت يا امراه صالحه وبغيتي تعطيه نصيحه، ياك بغيتي تعطيه نصيحه تقول لها الشريف راك هذا التصرف اللي انت درتي معايا ومع بنتك راه ما هوش، بغيتي تعطيه نصيحه ياك؟ النصيحه محتاجه لصيغه الجلاله. في هذا الباب هذا نصيحه محتاجه تكون في صيغه الجلاله، انت عندك صيغه الجلاله؟ لا. شكون اللي عنده؟ الله سبحانه وتعالى. والقاضي. كي ريبريزونت الشريعه الاسلاميه. الله يرضي عليك. حيث ان العزه لله ولرسوله والمؤمنون. شتي صيغه الجلاله؟ القاضي راه تيحكم باسم امير المؤمنين. شنو لقيتي اللي غتمشي انت وياه المحكمه؟ ماشي غتمشي باش تنتقمي منه، ولا باش تعذبيه، ولا باش تمحنيه، ولا باش تشوهيه. لا لا لا، باسم تواصوا بالحق. قلتي ليه يا خويا دخلتي عندي المؤسسه الزواج بكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذاك بسم الله الرحمن الرحيم كتسوى عندي انا. كتسوى عندي بزاف. دابا كيف فتحنا الباب بسم الله الرحمن الرحيم غادي نساليه بصدق الله العظيم. العظيم. بالك ملي غادي يوصل هو المحكمة، كون متأكد أن هذيك محكمة وقاف، كتدخل القاضية ولا القاضي، شفتي غات الجلالة، الشرطي في الباب، فاتي التليفون الله يخليك، ريح الله يخليك، تجي نوبتك نعيطوا عليك. اجتماع كتلقى الإنسان لو بيرميسيف كي سي تو بيرمي، شكون هو كي سي تو بيرمي؟ اللي ما عمر شي واحد وقف ليه في وجهه. كتبقى المحكمة آخر مؤسسة إنسانية، عندك تحبوا راه فقط قضائية، والله إن المحاكم مؤسسات إنسانية، الستركتور لو في أومان، غير إلا مشينا خلينا المجتمع فقط يعتمد على المحاكم، فشلنا في المجتمع، راه خص يبقى حتى الشارع وحتى الثقافة، سو سون دي في ستركتورون دو في أومان، إلا مشينا فقط المؤسسات السلطوية هي اللي غتأثر لنا الشأن الإنساني في المجتمع، راه حنا غنفشلوا، راه خص يبقى العرف ويبقى الثقافة ويبقى الفكر. ولكن ملي المرأة تشدها الإحساس بالذنب، بحال بعد لالا زينب شدها الإحساس بالذنب، أنها باغا تخلي اسم مؤسسة في حين أن المؤسسة انهارت، باغا تخلي اسم، الاسم هو عائلة فارقة جمعها حتى حاجة، ما مجمعهم لا طعام لا يخرجوا لا والو، وهي باغا تخلي أن سينيفيا اسم، راه ما عمر الاسم ما كيعني شي حاجه. الاسم راه تيعني ما تيكون واقع. تخيل دابا غادي نقولوا بسم الله وحنا ما حاطينش طعام، وغتقول لي كل استاذ، وغنديروا بحال الدري الصغار اللي كيلعبوا الجرده، كيلعبوا الفرمليه وكيلعبوا الطبيب، وغادي نقول بسم الله هي تبارك الله كليت الفجن، كليت القرعه، كليت الريح، كليت الهواء، وغادي تسطي هذه. ما كنلعبوش هذا الشيء لعب. مؤسسه الزواج راه قائمه على النفقه والحمايه. الراجل كيخصو ينفق على مرته ويحميها. نحمي ذوك الاطفال. والمراه قائمه على الرعايه، الام راه الرعايه كترحى، كتلقاها مسكينه مهلوكه وكتنوض ترضع ولدها، ترضع بنتها، كتكون في الخدمه وكتف التليفون تعيط الو واش جيت الخدامه، واش جات خالتي، واش جات امي، يعني مسؤوليه ديال الام والاب. دابا هي كتقول لك باغا تربي بنتها احسن تربيه، عرفتني احسن تربيه؟ هي ان توضع حد لميوعها، لان هادشي اللي عشتو ميع، توضع حد للميوعه، الا ما وضعتش حد للميوعه شتي ديك البنت غتكبر واحد شويه. انا مؤخرا جاتني واحد الام عندها ثلاثه الاولاد، شدات بيد راجلها، عاوناته تخدم، نفقات الفلوس،
كبروا الاولاد، طلقها الراجل واداوها ولادها وباقين في خيرها تينعموا بفلوسها باش هاد الناس واقفين والسيد جايب الولاد ومفارق مع المراه ومحرضهم عليها. هاد السيده تتبكي كتقول لي كيفاش ندير نرد ولادي. قلت لها لا، انا بغيتك تربي نفسك هي الاولى، باقي ما نفكروش في الولاد. انا ننصحك تربي نفسك، وباش غتربي نفسك؟ زاد قلبي، الريال ما يوصلش لشي واحد، الريال وتمشي للمحكمة وشوف الاحتيال ديال بعض الخباتة. عرفتي اش دار السيد؟ مشى خدا منها الحضانة بالاتفاق وزي كتصيفط ليه الفلوس. قلت لها عرفتي اش غديري؟ غتمشي طالي في هذيك الاتفاقية وتديري محامو وتجري وتطلعي وتردي الصور بعدا تحت جناحك النفقة اللي تخيل مرة كتنفق يا بابا. شوف تصطي، شوف الوقت كيتقلب عاد، راجل شاد الدراري عدو المرة كتنفق على لا. ناري شويه ما غنقول لك دراسي، خلوني ساكت راه شويه ما غادي نقول لك دراسي. إذا سمحتوا مستمعنا توقفوا لحظات مع فاصل اعلان وغادي نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات والاس ام اس للرقم 5080 دائما في برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا، غادي نواصلوا باقي المكالمات. غادي ناخذوا نجوى من الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نجوى كبيرة الأخت سناء، لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كدير الدكتور ديالنا؟ لاباس لالا نجوى، مرحبا مرحبا لالا. لاباس عليك. الله يبارك فيك. شكرا على هاد النصائح وعلى هاد الأسئلة اللي عطينا، استفدنا منك بزاف. بارك الله فيك، مرحبا مرحبا. واخا، أنا نجوى من الدار البيضاء، عمري 21 عام. تبارك الله. هاد العام كنقرا في تخوازامين في لافاك. وكنت دوزت واحد ستاج وتقدم لي واحد السيد. قبل واحد السيد المهم هو مقبول وماما يعني سولوا عليه والديا لقاو الناس كيشكروا فيه. ولكن عندي مشكل، انا ماما معارضه. ما عرفتش كيفاش نتصرف. شنو السبب جعل ماماك معارضه؟ ماما رافضه فكره الزواج في هذا الوقت في هذا السن هذا. خايفه عليا من لا ما نكملش قرايتي ولا ما نخدمش، ولكن هو السيد موافق على كل شيء، موافق اني نكمل قرايتي، موافق اني نخدم. شحال في عمره؟ في عمره 30. المستوى الدراسي ديالك ذكرني عافاك؟ انا تخوازامين في لافاك. حتى اللي غتكملي بغيتي توصل للماستر، فين بغيتي توصل؟ باغي نكمل كان الماستر. دونك تقريبا واحد عام. يقدر يصبر واحد عام؟ ولكن انا فكرتي على الماستر، باغا نخدم عاد ندير الماستر، ما باغاش ندير لا ليسونس وندير موراه الماستر ديري. وديري على ود الزواج عام ديال الماستر وتزوجي وخدمي. عام راك راه ساهل باش يصبر عام، ماشي بزاف. غتكوني خليتي فرصه للام ديالك باش تهيئ نفسها وتستعد. غادي تكون هاد السيد هذا صبرتيه واحد المده، ماشي بزاف. ماشي بزاف. راه هذه الفكره اللي قلت انا لماما. ايوا. ولكن انت هي معارضه هذه الفكره، كتقول لك عام غتبقى كيف ما كيفاش غتبقى، يعني كتسول شي بزاف الاسئله، تبقاي غاده جايه معاه، يعني انت هي كتقول شي هضره منطقيه. انا في رايي اش كيقول باك في الامر؟ بابا انا تحد الان باقي ما هضرش معايا في هذا الموضوع، يعني اللي كتهضر معايا هي ماما. فتحتي الموضوع مع باباك؟ لا ما نقدرش نفتح معاه الموضوع. علاش؟ بابا واش كشخص عاجبه. عاجب، ولكن باقي ما عمره ما قال لي زعما شي حاجه بان واش باغا ولا ما باغاش. فتحتي الموضوع مع خالك مع عمك؟ لا افتح الموضوع، باقي ما تخبطش حد في العائله. افتح الموضوع مع عمك، افتح الموضوع مع خالك، شي واحد اللي قريب باك. شكون اللي قريب باك، خالك ولا عمك؟ عمي. صغير ولا كبير من باك؟ صغير من بابا شويه. قريب ليه؟ قريب لك انت؟ قريب لك؟ قريب لي انا. ايوا افتح الموضوع مع عمك، قول ليها عمي اشرح لي نقطة بنقطة، قول لي هذا السيد راه مستعد يصبر وانا غنكمل قرايتي والعائلة تسولوا عليه وماما راه عي خايفة. ما تقوليش ماماك راها رافضة. قول لها ماما خايفة. ماما خايفة. وخلي عمك بشوية بشوية يفتح الموضوع مع باك، عمك راه يقدر يدوز يتكلم مع الأم ديالك، وانت قول لهم ودي راه يقدر يصبر بما كملت أنا الماستر باش طمأنوا، وديك الساعة نديروا مشروع الزواج وندخل نخدم. شتي ما تديرش الامر بعجله. نعم دكتور، دابا ماما واخده الافكار ديالك.
دابا شي افكار كتقولهم انت كتجي كتقول لي حتى انا بعض المرات كتقول لك لا انا ما عنديش البنت اللي غتبقى عام وهي غدا جايه معاه يعني كتقول شي هضره اللي دابا غير بلاتي وتخدم بغات ماما تنخدم نقرا ونخدم عاد ديك الساعه قالت لك تيجيك النصيب ديالك فهاد السن هادي ما شوف ماماك خايفه وبحكم هاد التجارب اللي حنا كنضلوا نسمعوا في المجتمع المغربي ديال بغيت 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 بغيتو جري 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 خديتو بكي 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 تخاصمنا طاق 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 طلقنا ولا عندنا دابا العرس بحال العلوك العلوك راه ساهل يوجد عاد تهز ولجان غسليه مسحيه شويه قرضيه توما بصيله شحريه كوليه صافي عندك هذاك الشيء تجربه راه ما كيلمسها البنجه اللي صعيب هو تقلي وتحمر شي حاجه تبقى تقلب فيها بشويه وتقلب هنا وتحمر شي ضلعه ولا شي دجاج ودير ليه العطور ودير ليه السمن والله تعرقي عليه مزيان شوف زاك هذوك الطباخات في العرس باش تحمر دجاج اما دعي ليك ترك 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 رد رد ثوما رد ربيع صافي نديرو شي روسيت فهنا لانجوا بغيتك تصرف بالعقليه ديال المراه اللي غتولي ما تصرفيش بالعقليه ديال الفتاه اللي شافت الراجل وصافي تشهات وهاجت دابا لا تقدر امها تعبرها هي بان لي هاد الدريه بحال اللي كيف تنقولوا عقلها تشرب تسكف لي عقلها خصها تبين لامها بانها ما ملهوفاش لان دابا راه كانت واقيلا هي وما كيتذاكروا وعقلها دابا ولات البنت دابا غادا غدا المرايه عرفت وتحمر في يمها وفي عينها تتكحل فيهم وحاضيه تليفون لو مرة شافت هاد الخفه هادي قالت او واش بنتي غتمشي تعمر بيت ولا غتمشي تصاحب راه خايفه لان اللي كيدخل مزرو تيخرج مزرو اما لا شافتها ربطها بالحال شابه فيها الجهد والشبابيه حاضر القوة الجسدية وهذا طبيعة الحال غيكون هذا الاندفاع ولكن إلا ما ثبتاتش قدامها وتقول لها هي ماما عندك الحق الله تعالى امتحنوا شتي يقول لها غير بالعاني دابا انت بالعاني ما قادرش تقول لها ماما يا الله تعالى امتحنوا ماما نقول لي شوف كما قريتي ونخدم عجبك الحال تبارك الله عجبك الحال صافي الله يعاونها شتي على الأقل الأم غتقول والله إلا بنتي ثابتة أو لا دابا عافيك راه عافيك راه كتقول لها ما وباش عاد تخدمي ولا بغيت دابا هذاك الشوكولا بغيت دابا هذيك المصاصه هنا الام ما كتشوفش زوجه مقبله كتشوف فتاه مراهقه شعلها في العافيه الا كانت المراه خاتره وشارب عقلها او واش هذا الشيء اذا هنا عاوتاني حطي عقليه مختلفه نصيحتي للنجوى الزواج راه يتم باذن الله ما تخافش غير شويه خلي خلي خليها توجد لك حاجتك شتي هذاك الخبز اللي كيطيب على المهلو بشويه عليه عرفتي كيفاش كيوجد ولا ماشي بحال هذاك ديال الفران ديال الضو كيخرج من قرمل احمر واحد شويه كيتفش وكيلوى نوصلوا باقي المكالمات من الرباط معنا محمد الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيداير الدكتور مرحبا سيدي محمد بارك الله فيك يا دكتور يا ربي امين شكرا بزاف على هذا البرنامج لا شكرا على وجهك سيدي محمد مرحبا والله العظيم الا من عرفت شويه انا بين مدمن عليه مرحبا سيدي محمد احبك الله ورسول اخويا مرحبا بارك الله فيك يا دكتور نخليك يا دكتور انا عندي واحد عندي شي بغيت نسولك على ود واحد الاخ ديالي اييه تفضل هي متزوجه تقريبا هذه 3 سنين ولكن عندها واحد الراجل تقريبا شنو نقول لك عندها معاه ولد عنده دابا تقريبا عامين ديما يعني ديما كيشك فيها ديما تي يعني تيسبها كيعاير عائلتها كيعاير كيتهمها في الاعراض ديالها وفي العام اللي فات تقريبا عملها واحد شي عام تقريبا هو غابر ودارت له دعوه ديال ايمان الاسره حكم فيها محكمه وكلشي المهم ورا داك الشيء هو واش كان خايف ولا ما عرفتش دخلت للعائله وجاب عائلته ودخلوا الناس وداك الشيء صافي قالوا لها عليه الشيطان ورجعت معاه ومهم دابا مؤخرا ملي رجعت معاه تقريبا يلاه شي 3 موا دابا باش رجعت معاه تقريبا
ملي ثاني كيعيا فيها وإلا خرجت مثلا غير هي هي الأخت ديالها ولا شي حاجة المدينة ياخذوا شي حاجة باش كترجع كيقول لهم حاشاك راه كتمشي كتبدو راه كتبدو يعني وفاش جا آخر مرة مشات هي أختي نقضيو شي حاجة في المدينة فاش رجعت لقى جا تلقى لها الطاكسي خدا لها السوات وبس وتبقى الدار لقاها مخرج لها حوايجها برا قال لها زعما راه صافي المهم من هاد الشيء مون ياس تشالت معايا انا قلت لها صافي سعيد عوض الطلاق وداك الشيء باش لان داك السيد ما يصلحش لك لان اصلا كيعاير راه كيعاير كل شيء عائله كيتامن كامل يعني شنو نقول لك واحد الحاله المهم ما عليناش ومؤخرا اختي فاش مشات تبغات عيطت تطلب على اساس يتكلموا يطلقوا وداك الشيء هو جا ثاني كيغاب وجا عند الوالده وكيبوس لها الراس سمحوا لي وهذا انا قلت لها لا ما تنزليش قلت لها ما تصلحيش لي نهائيا لان ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه دابا تقدر لك تقريبا في واحد وكثر عاد اون بليس كاع داك الشيء اللي كيعاون فيها واللي كيتهمها وداك الشيء قلت لها هو الشك يعني الشك تقريبا 120% كيشك فيها شحال في عمر هذا السيد؟ تقريبا عندي شي 34 هي عمرها 29 باقي جام ما عليناش المهم دابا حاليا قلت لها تفرقنا لان ما بغيتهاش تبقى في هذيك الحاله حيت هي اصلا كتقول لي راه ما حاملاش وما بقاتش حاملها تشوف لي فوجو يعني انا نصحت انا قلت لها خصك تدفعي الا ما بغاش هو قال لها ما بغيش نطلق قال لها رجعي بحالك للدار وداك الشيء ما بغيتش نطلق قلت لها انا لا ما ترجعيش له قلت لها فات على الطلاق وديجا هي عندها حكم ديال ايمان الاسره ايما خاصها تنفذ يعني موقف يعني واش يمكن يتقدر ان ترجع لك الحكم يعني باش تطلق الطلاق سي محمد الا سمحتي الله طولي عمرك نعطيك رايي في الموضوع بارك الله فيك شكرا دكتور تحياتنا لك محمد البروفيسور غادي نتوقفوا مع فاصل الموسيقي وغادي نرجعوا نجاوبوا محمد وباقي المكالمات تفضل البروفيسور نصيحتك لمحمد من الرباط كنصح السي محمد والاخت ديالو اذا كان ممكن يعطيو اخر فرصه لهذا السيد هذا لانه على حساب ما تيقول السي محمد هذا الشخص كيعاني عنده بحث العوان اضطراب ولا شي حاجه في نفسه وانه بحال اللي تيتغلب عليه بحال لفي بسيشيك اي دومينون يعني كيهيج في واحد الحاله هيجان ف ملي تيستقر تيقدر يعطي ولقيت اللي كيضرب للاسف ما عندناش دراسات في المغرب حول الصحه النفسيه عندنا احصائيات حول الامراض العقليه ولكن الصحه النفسيه والاضطرابات النفسيه اللي هي خفيه اللي كتلقى المواطن والمواطنه تيقرا وتيخدم وتيدير السياره وتيلبس ولكن الاستقرار والسيروره والدوام العاطفي والانفتاح النفسي في الزمن هو اللي كيعطيك الصحه النفسيه اللي كيتبدل ليه المزاج مرة في السيمانة هذاك راه عادي أو شبه عادي ولكن اللي كنقلب ليه المزاج غير بشوفة ولا بكلمة ولا بشي حدث بسيط وصافي البلاد كيدوز من الربيع للخريف فهنا ماشي عيب يعطيه فرصة ولكن مرته هي اللي تقنعه كنصحها ليا سي محمد شوية بحال اللي يبعد شوية ما يواجهوش لأن لو واجهو غادي غيجعر وغيزيد يهيجو لا يولي خوه راه هذاك خال الوليدات وهذاك باهم كتاب اللي كتاب هذا السيد دابا راه في عائلته ما يدخلش سي محمد هذاك المواجهه اللي باغي ينقد اختو لا يعطيه فرصه ويولي خوه يمشي يشرب مع قهوه ويهدنو ويقول لي شوف راه غنعاونك على اختي ونثبتها غير بشويه بردو السيد طمئنوه ودخل زوجته على الخط ويزوره اختصاصي بطريقه مؤدبه ماشي خصها دير ليه الشنطه ما تقولش ليه الا بغيتي نرجعو تمشي داوي راسك لانك راك مريض هذا الكلام حيدوه الله يرضي عليك حتى واحد ما يتقبل واحد ما يتقبل قول ليها فلان سميه بسميتو وراه انا وليت نخاف ما بقيتش عارف راسي واش انايا عادي ولا ماشي عادي ونشكى في راسي وليت هادي وراه نصحونا الناس راه كاين الحمد لله هادي تيغاب دوكوب الموجودين نعطيوها السميه الا بغات على حساب ديالها فين هما ونمشيو لعند سبيساليست في التتبع ديال الكوبل والاختصاصي راه غيشوف راه غيبان ليه بان راه الشخص راه عنده معاناه كاين ادويه شتي لا تشخص الاعراض واغلبيه الناس كتلقاهم سوا ديبريسيف
سوا بيبولير، اغلبيه غتلقى ديبرسيون ولا غتلقى بيبولير، كاين الاعراض شويه ثقيله، بارانويا الله يستر ولا سكيزوفرين شحال تقل، ولكن راه السبيساليست راه غيدير الدياغنوستيك وغادي، ادويه موجوده عباد الله. كاين علاج. الانسان ما غيبراش من واحد المرض ثقيل، ولكن غيتسايس معاه ويعرف كيفاش يعيش به، الا هو دار واحد الميزان لحياته، راه الانسان راه كنعرف ازواج والله لا السيده دياغنوستيكي سكيزوفرين وعايشه مزوجه مربيه وليداتها، راجل دياغنوستيكي سكيزوفرين وعايش ومربيه وليداته، ولكن الناس كيمشيو لعند الطبيب ديالهم اسبوعيا شهريا كيتبعوا الريجيم تينعسوا بكري كيعيشوا شبه عادي، مره مره كتجي واحد الحاله صعيبه والناس كيتسانسوا كيسيروها، ما خصناش نقصيو الانسان اللي حامل ضعف. خصناش اللي مريض نطلقوه، اللي عنده معاناه نطلقوه، اللي شارك دورة افلاس نطلقوه، غادي نوليو كنبنيو في مجتمع فينا ميزانصوري. ناخذ اخر مكالمه سعيده من الدار البيضاء. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاله سعيده. الله يبارك فيك. سي مبارك لاباس عليك. مرحبا لاله سعيده. مرحبا لاله. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. ما عرفتش منين نبدا. بداي من اللي قال لك بالك البدية. ياك. اييه. الله يخليك، عندي واحد البنيته مربياه. ياك و المدرسه حاضينها لي اكثر من القياس، يعني بحال هذيك البنت هي اللي كاين عندهم في القسم او في المدرسه، ديما دارس فعلات تركات دارس هادي هي دائما كيجيوني الملاحظات، الكروه ديما داري لها كروه، كتولي عندها مشكل كتبوا الحشاك. جزاك الله. مهم هي ديما خايفه وديما خايفه وديما دايره هذاك الشيء. ياك. والمشكل ديال التربيه انا كنت هكا ورجعت لك يمكن هكا حيت انا مضطربه ما عرفتش كيفاش نهضر. ماشي مشكل. ماشي دابا انايا مربياها ولكن انايا ملي كانت صغيره كانت كتقول لي يا ماما كيفاش ولدتيني ولا ملي ولدتيني ولا كتنس ليا كرسي ولا هذه، كنقول لها لا انا ما ولدتش انا ما كنولدش انا عطاكم لي الله. حيت كاين واحد زوج اخرين. مربيه ثلاثه دابا. ولكن كبروا هذوك مزوجين. تبارك الله. تنقول لها لا انا ما ولدتش انا كنكون ناعسه، كيقول لي الله نرضي تاخذي رزقك وكناخذه. ما بغيتش هكا كنقول ليها. هذه واحد العام توفات لي الوالده. جات البنت من برا. ملي جات قبل ما تجي كانت معاها في هذا في كونكسيون. وهي تشوف الكنيه ديالتها. ديال البنت الاخرى. دابا بنتك ما بقى ما عارفاش بانها راهي كنت مربيه. لا قلتها ليها دابا قلتها ليها. قلتها ليها، لا انا كنقول لك كيفاش بديت. قالت لي ماما علاش اختي كنيتها واحد الكنيه وانا كنيتي واحد الكنيه. راه الا كانت ماشي بنتك ومربيها انا راه ما عمرني نهضر معاها وما نخليهاش تدخل الدار. علاش؟ قلت لها علاش؟ قالت لي انا ما نستحملهاش تكون ماشي اختي. والله ما نستحملهاش تكون انت ما والدهاش وماشي اختي. وما نقولش لك الدكتور كيفاش غتكون الحاله ديالتي وما نقولش كيفاش وليت. ملي قالت لي بحال هكا. ايوا ما علينا، هذيك الساعه في هذيك السيمانه توفات لي الوالده، جات البنت من برا. ملي جات عاودت ليها وهي تقول لي هي انا يا الوالده ديالي موفيه وانا في الناس وانا في هكا، وهي كتقول لي بخلي البنت تقولي لها. دابا هذه راه كنقول لك على الصغيره مولا تسعة سنين. تقول لي بخلي البنت تقولي لها في البيت بما انك ماشي امها، قولي لها ماشي باغا تصدميها انتيا. لا لا لا. فهمت انا مع البنت الكبيره، قلت لها انا راه كاين انا غادي نقول لك قدامها وشوفي انت كيفاش غديري. دخلنا للبيت قلت لها فاتحه بنتي انا غادي نقول لك، قلت لها ايه ماشي مشكل، قلت لها انا غادي نقول لك راه انا يا ماشي مينتك وانا راه مربياك وانا هذه وانا هذه. قالت لي البنت الكبيره انا ما تقوليش لي هذا الموضوع، انا عارفه وحاسه وكل شيء، وانا المشكل ديالي انا مادام انت مربياني راك ربيتيني مزيان وقريتيني وانا مزوجه والده وليداتي انا ما عندي حتى مشكل. ايوا هي وهي صافي وهي تقول لي الدريه صغيره دابا عاد تنفس. دابا واش كتهضر على راسها ما عرفتش كيفاش. المهم هي راه حاسه ملي كنقول لها انا ما والداش، كان دائما كناكد لها ما عليناش الدكتور هذا الاسبوع هذا اللي داز هاد العطله اللي كانت. قلتها ليها كتقول كتلمح ليا كدير ليا بحال هكا قلت لها ساره غادي نقول لك واحد الحاجه بنيتي، قالت لي نعم. قلت لها انا راه ماشي امك ما وليتكش. راني ربيتك وها كاين وانا راه بحال امينتك وانا هادي وهادي، بقيت نشرح ليها زعما كنيا بشويه ما لقيتش
ما لقيتش شي صعوبه في ملي وصلت ليها. ما يمكن حاسه ولادي. قالت لي واش خالتي عارفه وعمي عارف ومي لالا عارفين؟ قلت لها علاش؟ قالت لي ما بغيت حتى حد يعرف. قلت لها ماما راهما كبار، يعني راه كبر منك راهما عارفين. قالت لي وصافي هاد الهضره ما بغيتهاش. دازت واحد يومين وهي تقول لي وكيفاش انايا تسولت؟ قلت لها بنتي ما عرفتش انا اش غادي نقول لك. ما هاد الموضوع بدلي عليا ما قداش نهضر فيه. قلت لها من بعد وغادي نجاوبك، عطيني من شويه وغادي نجاوبك. ملي قلت لها بحال هكاك صافي سكتت ما بقاتش عاودت. دابا انا ملي كنكون ساكته ولا ساهيه ولا شي حاجه تتقول لي راه عرفتك فاش كتخمي، راه عارفك انا فاش كتخمي وفاش ساهيه كتخمي فيا انايا داك الموضوع وصافي نسيت نسيا شنو بغيتي بهذا الشيء. وشنو اللي شاطنك على السعديين؟ وانا اللي شاطني يا دكتور اش غادي نقول لك؟ انا اللي شاطني ما عرفتش كيف ما هي قرايتها. انا اللي شاطني قرات القرايه ديالتها، هي ضعيفه ضعافت في القرايه ديالتها. ولكن هي اصلا في القسم قالك هي دائما كدير لهم الشغب، ما كتخليهمش سميتو كتحاول تضحك الاولاد، كدير هي شي حاجه دائما كدير شي حاجه اللي كتسيري دوك الوليدات كلهم. من ناحيه المردوديه الدراسيه بنتك ضعيفه في المردوديه الدراسيه. هي ولكن ملي كنمشي لعندهم تيقول لك هي اللي ما بغاتش، هذه هي ما بغاتش، اما قاده تعطيك اكثر من هادشي كلهم كيشهدوا لها بهذا الشيء. وبنتك في هذه المدرسه مرتاحه ولا ما مرتاحاش؟ بنتي مرتاحه في المدرسه بزاف مرتاحه. وانا هادشي الموضوع علاش انا بغيتك سميتو واش نقدر نبدلها من المدرسه؟ هي كتقول لي لا ما بغيتش انا نتبدل من هذه المدرسه نهائيا. ولكن هي هما ما مفلتينش ليها استاذ دكتور، ما مفلتينش ليها فهمتي؟ يعني ما كيسامحوهاش. دابا هي دوك الكروات اللي كيعطيوها غرقوها كروات، بحال دابا هذا العام دابا راه تقريبا عندها واحد العشرة ولا يعني ما كيدوزوش ليها شويه شويه، زعما كاين هي بالنسبه ل ما كديرش شي حاجه خايبه، ولكن قال لك كتصدعهم في القسم. واخا لاله سعيده نعطيك راي في الموضوع. مرحبا. اذا بعد الفاصل وغادي نرجعوا نجاوبوا سعيده. تفضل يا بروفيسور. بالنسبه للمساله الدراسيه، المدرسه الدور ديالها هو تلقين تلاميذ الكفاءات الدراسيه والعلميه. الدور ديال الروض هو الترفيه. اما المدرسه الابتدائيه اصبحنا في نوع من الانضباط الفكري ومن واحد المؤسسه اللي عندها ضوابط. الهدف هو المردوديه. هنا خص العائله بنت تشوف بنتها ولا ولدها ما تينالش واحد المردوديه، سواء منه هو او من المؤسسه او منهم جوج. الاشكاليه اللي كاينه هو ان الطفل تيتسانس بواحد المؤسسه، تيولفها، تيبغي فيها صحابه والزملاء ديالو. نصيحتي لها اذا ما كانتش المردوديه خصها تقول لهم هما يقنعوها باش تبدل المدرسه. يعني ملي غتجلس معها المعلمه ديالها ولا المسؤوله الاداريه التربويه تقول لها بنتي شوف النتائج ديالك هاد السنوات، ها العام الاول، ها الثاني، ها الثالثه، اش واقع اش واقع، ننصحوك بنتي تمشي لواحد المؤسسه اخرى. من الاحسن تمشي لواحد المؤسسه متوسطه ما فيهاش هذاك الضغط وما فيهاش المردوديه، تكون متوسطه ويكون فيها واحد العلاقه انسانيه مع المدرس والمدرسه، لانه اليتيم محتاج يحس بواحد المحبه وبواحد الرعايه باش كيعطي في المردوديه الدراسيه. ثم النقطه باش تقال لهاد البنت بانها يتيمه دارت بشكل ما تستعداتش، ما كانش تهيئ، لان سعيده غير جات وبحال اللي صافي بغات تطرق الملف وعطات المعلومه.
ملي هاد النوع المعلومه اللي هو قول ثقيل، قول ماشي سهل، عرفت شنو هي؟ واحد يعيط لك يقول لك اجي جلس، وحال انت راك ماشي ولدنا ماشي بنتنا، ما سهلاش. هنا خص تعاود تخدم. نصيحتي لها تشوف شي بسيكولوج اختصاصي في الاطفال ولا بيدو سيكياتر اللي تعاود تخدم المعلومه باش توضع في محلها، ونجيبوا هذوك التساؤلات وهذوك المخاوف. لان الطفل شنو غادي يقول؟ صافي سي ريغلي، لا 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 هذه القضيه صافي خديتها. هو راه بحال شي واحد مضروب كاو، يكون واحد البوكسور في الحلبه ضربوا الخصم ديالو بواحد الضربه كاو، ولكن تيبقى هاز يدو براسو بحال اللي لاعب. الاربيتر الذكي ما كيبقاش طايق فذاك اللاعب اللي هاز يدو، كيمشي وتيقلب ليه عينه وكيشوف السرعه باش كيحرك عينه وكيديه ويجيبه ويخلخلوه، لان عنده تكوين تيحبس الماتش يقول لي ما خليش تكمل، ماشي حتى كيطيح في الارض في الطبيعه كيتسمى خسر الماتش، يقدر يكون واقف وخاسر الماتش. شتي هاد الضربه بكاو راه كذلك هذه المعلومه ديال اللي غتعطى لواحد الطفل او طفله، كتجي معلومه ثقيله كتعطى بدون تهيئه. انا ماشي غادي ان سعيد نحسس لها بالذنب ولا نأنبها، غادي انه كيف قالت هي عيات ما بقاتش قادره تعاود تفتح هذا الموضوع، والموضوع خصو اللي يفتحوا مع البنت. ما كاين محسن واحد الاستشاره ديال بسيكولوج بغونفون ولا بيدو سيكياتر، والمؤسسه تحيد منها، لان الا بقات البنت كتخدش في الصوره الفكريه ديالها ليغو، لي زونفون عندهم ان ليغو، عندهم واحد الصوره على الذكاء ديالهم ولا، فملي كيبقى يتخدش انت كذا انت كذا انت كذا، واحد الوقيته غيجسد لينا هذاك الامر اللي كينتقد فيه كيجسدو اللي فيفري. انت كسول انت كسول انت كسول، غيجسد كسول. انت مشاغب انت مشاغب، غيجسد. اذا هنا غادي نولي نصيفطو غير بحال ان سوفخ دولور، كيمشي لهذيك المدرسه بحال اللي في موقع الضجيج فلان، فيما دار شي حاجه. علاش نخلي ولدنا يلعب هذا الدور الشبه خبيث؟ علاش بغيناه؟ نمشيو نقدو المؤسسة تلعب دورها، تمشي عند المديرة وتشرح لها، تقول لها اشرحوا لبنتي لأنها هي مقتنعة بكم، قنعوها بأنه راه صالح لها مؤسسة أخرى. والأغلبية الأطفال ملي كيدوي معاهم كيحزنوا ولكن تلقاو البديل، ولا بغات شي مؤسسة تنصحهم بها تخلي لنا الهاتف ونصحوا بعض المؤسسات. واخا غادي نمشيو لقراءة بعض الاس ام اس، ربما نبداو بالاس ام اس ديال البارحة. بروفيسور مستمعة كتسول عندها 29 سنة، ايا هي مزوجة مازال ما عندهاش وليدات، الزوج عنده 31 سنة، كتقول انه كاد غول بروبليم ديالها هو انه ملي كيتعصب كيعايرني بداك الشيء ديال الزنقة، وما عرفتش كيفاش غنبدا نتصرف معاه. الور الزواج راه اتفاقية، كيتفقوا الناس على الأسلوب اللي غيعيشوا به، وتتفقوا على الطريقة باش يعاشروا بعضياتهم. نصيحتي لها الوقيتة اللي يكونوا مهدنين ويكونوا فرحانين مفيش مشكل، اطلب منه شي وقيت تقول ليه راه بغينا نمشيو حتى البحر ولا في شي موضع، وتستشر معاه في شي مشروع ديالها. دائما خصنا نجيبو الحديث في الموضوع اللي كيقرح نجيبه وسط موضوع تفاؤلي جميل. مثلا بغات دير واحد ليبان باش تشري واحد بارتمان في المستقبل، ولا بغات دير واحد ليبان تدخر شويه الفلوس باش تشري واحد السياره ولا تبدل حويجات، دخل شي حاجه في المشروع. وطلب منه، حيت العديد من الرجال كيحبوا ان يبينوا النساء انها قادر كابابل. فالمرأة اللي بغات تمدح الراجل احسن طريقه باش تمدحو هي تشاور معاه. شتو الاليات الا تشاورتو مع الرجال تكون تذوبوه، من الراجل كيحماق مرتو تشاور معاه، تيبغي يبحبح ويجتهد بالفكر ديالو ويبين انه قادر يخدم، تطلق ليه هي هاد المشروع، تشاور معاه تقول لي عافاك شور عليا كذا وكذا، وتبقى تأمل فيه، تبقى تأمل فيه وتبين ليه بانها فرحانه بالنصائح ديالو، فرحانه بالرأي ديالو. واحد لقيته بتقول ليه ما تصورش يا صاحبي شحال هاد العليا اللي كتكون كحنين وهذا، مالك صاحبي كتبقى تخسر الهضره على ضغطها، مالك مالك صاحبي مالك، شتو تهمس اي تهمس، تقول لي عرفتي راه ما تصورش ملي كتجرحني بهذوك الكلمات وداك الشيء،
تقول لي واش انت انا باغي باغي تهرسني؟ رقد راه صاحبي رقد، راه انسان كيتهرس راه بحال الدجاج راه كيتشخشخ. شتي مره مرات تضحي هذه القضيه، النهار اللي غيوقع الانفلات ماشي تحاسب مع تقول لي ها انت رجعتي عاوتاني كتعاير. وقيت اللي وقع الانفلات تمشي لواحد الموضع ودير راسها بحال ما سمعتش، ولكن لقيتها في العشيه ولا في العشاء ولا في الغداء ولا في يعني دوز واحد الساعه ولا ساعتين ولا، وتقول ليه والله يا صاحبي اقسم لك بالله الا تجرحت، الله خويا جرحتيني والله الا جرحتيني. شتي الراجل الا سمع كلمه خويا، الا سمع كلمه صاحبي، شاد كلمه خويا عرفتي راه ثقيله عند الرجال، كيشوف ختو تدوما. انما المؤمنون اخوه. شتي قالت لنا ديري على انستركتور لانجويستيك، كاين واحد البنيه لغويه. والله شتي اخويا، والله اخويا جرحتيني اخويا، والله خويي. شتي تقولها باللهجه ديال بلاد وقبيلته. كان ضياني تقولها ليه بالشكل الضياني، كان سعيدي، كان عبدي، كان تقولها ليه بهذيك اللهجه ديال البلاد. والله اخويا صاحبي جرحتيني، والله خويي او مالك اصاحبي مالك. شتي هذاك الاحساس بالذنب اللي غادي تحط عنده نقيط كيبدا غادي كيسري 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 بزاف. المغاربه كنقول لكم ولاد الجيل معطوب راهم معطوبين. فين معطوبين؟ في اخبارك بان الانسان اللي كيكون تعرض لضغوطات في الطفوله، تضرب في الصغر، تعاير في الصغر، تقهر في الشباب، تعاير في الشباب مده 20 عام وتتعطب، تيولي واحد ديسفونكسيون، ما واحد الاضطراب كونيتيف. راه كاين اللي باغي يقول جمله مفيده زوينه وكتخرج عوجه. عرفتي باش دير لا غوستركتوراسيون سيمونتيك كونيتيف لواحد ادولت راه على ما شد بيدو سيدي ربي. كنشكر كل المستمعات والمستمع الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع البرنامج بكل وضوح. حلقه اعاده ابتداء من 12 الليل، لكم تحيه كل من سعيده عقال في الاخراج البرمجه الموسيقيه سميحه عشو باستقبال مكالمتكم الهاتفيه. خليكم دائما اوفياء لجميع برامجنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.